ناس كتير بتسأل ان هما مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كامله بينزل عليها فيديوهات الترم كامله وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناه، وبعد كده هتلاقي هنا في حاجه اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه، وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب. وما تنساش ان انت دعمنا بلايك، ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا ريت تشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنحل مساله شوز على ليسون نمبر 2 في ستاتكس، اللي هو كان بيتكلم عن الفورسز ريزوليوشن انتو تو كومبوننتس. تعالى كده نحل تمرين سهله جدا وبسيطه، وزي ما قلت لكم قبل كده ان الدرس سهل جدا. هنا عندنا هنا اول سؤال بيقول لي هنا if the force of magnitude 10 newton is resolved into two components F1 and F2 زي ما انت شايف قدامك كده. بيقول لي هنا the force by two angles of measure 60 and 90 respectively، على الترتيب يعني. انا عندي هنا F2، ما دام هنا F2 احنا قلنا قبل كده القاعدة هنا بتكون equals لي F2 over sin الانجل اللي هي البعيدة عنها اللي هي sin 60، بتكون ايكوالز برضو الاف 1 اوفر ساين الانجل البعيده عنها اللي هي بتكون 90، هتكون ايكوالز ايه بقى اللي هي اوفر ساين التو انجل دولت 6 بلس 90 هيكون ايكوالز 150. ده كده اللي احنا كنا قلناه. هو كان عايز ايه بقى؟ بيقول هنا انا عايزك تجيب الاف 2، يعني ممكن نعمل ده مع ده كده. ايه رايك؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاف 2 هيكون ايكوالز اللي قصاده هنا ساين 150، تحط هنا تحت ساين 150، وهنا هيكون ساين 60 هتكون ايكوالز روت 3 اوفر 2 ملتبلاي الاي 10. ساين 150 دي هتطلع لي بهاف، على فكره هتطلع لي بكام؟ بهاف. يبقى دي هتطلع لك ب 10 روت 3 على ما اظن، يعني 10 روت 3 بالظبط فعلا كده. ليه؟ هقول لك ليه. لان دي الهاف دي تطلع فوق هنا ب 2، هتبقى 10 ملتبلاي 2 ملتبلاي هنا روت 3 اوفر 2، دي هتتكنسل مع دي، يبقى 10 ملتبلاي روت 3 هيطلع في كام؟ 10 روت 3 وبس كده. ايه رايك؟ سهله جدا. وادخل في اللي بعديها. هنا بيقول لك اف ذا فورس، برضه نفس الكلام كده. انت عايز ايه؟ قال هنا انا عايز الاف 2. الاف 2 نفس الفكره برضه. اقول له هنا ان الاف 2 اوفر ساين الانجل اللي هي بعيده عنها هنا كام؟ 30. تمام؟ هتكون ايكوال 12. هنجيب اف 1، مش عايزين بقى الاف 1. عايز تكمل القاعده مفيش مشكله. 12 اوفر الساين ايه؟ التو انجل دولت هيكون ساين 120. نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى هنا اللي قصاد الاف 2 اللي هي ساين 120 تتحط هنا تحت، وديت هتكون 12 ملتبلاي ساين 30 ديت بالهاف. ساين 120 ديت هتطلع لك ب روت 3 اوفر 2. تمام كده؟ هنكنسل ال 2 مع ال 2. تمام؟ هيطلع لك هنا الروت 3 هتفضل فوق، او 12 خلاص كده هيبقى 12 اوفر روت 3، يعني هتطلع لي ب 4 روت 3. هتطلع لك، لا مش 4 روت 3، احنا عندنا هنا دي 12 ملتبلاي الهاف ساين 30 دي هتطلع لك بهاف اوفر ساين 120 دي بروت 3 اوفر 2. تمام؟ انا قلت 4 روت 3، مش شايفها 4 روت 3 صح. تمام. نمبر 3 هنا بقى بيقول لك ايه؟ if the force magnitude 12 نيوتن، ده اللي قدامك ديت، وعندك هنا 2 انجل 30 وهنا 45، عايز ايه بقى؟ قال هنا عايز الاف 1. حاضر، اجيب لك الاف 1 مفيش اي مشكله خالص. اقول له هنا ان الاف 1 اوفر ساين الاف 1 اهيت ساين ايه اللي هي البعيده اللي هناك هتكون ساين 30، هتكون ايكوالز الاف 2 اوفر ساين الانجل اللي هي البعيده عنها اللي هي 45، هتكون ايكوالز هنا الايه 12 اوفر ساين الايه 75. قشطه قشطه. وعايز هنا بقى مين؟ عايز هنا الاف 1. هنسيب دي، هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هيبقى اللي قصاده هنا اللي هو ساين 75 هتتحط تحت هنا كده، وهنا 12 ملتبلاي ساين 30 اللي هي بتكون ايكوالز الهاف، يعني هتكون ايكوالز الايه 6 اوفر ساين 75. هتيجي تبص هتلاقي مش موجوده فعلا. صح كلامك صح، بس الساين ديت لو احنا جينا نطلعها فوق في النمريتور هتطلع بالايه؟ بالريسبروكال بتاعتها اللي هي الايه؟ الكوسك. هي الايه؟ الكوسك. فهتبقى 6 دي زي ما هي كوسك
كوسك لـ A 75 هيبقى الانسر هنا هيكون لتر سي. هي دي الفكره بس. ماشي؟ فدماغك انت لازم ايه تكون شغاله. معلش على الحول اللي انا فيه، انا حل المساله صح ورحت اخترت حاجه غلط. اهي كده 75 تمام. نمبر 4 if the force of magnitude 15 نيوتن is resolved into two components F1 and F2. يبقى انا عايز هنا الفاليو بتاعت الاف 1 بلس الاف 2. طيب هقول لك برضو هنطبق نفس القاعده، يبقى الاف 1 اوفر ساين الانجل اللي هي بعيد عن اللي هي 30 ايكوالز الاف 2 اوفر ساين الاف 2 اوفر ساين اللي هي ال 90 اللي هي ب 1 اصلا ايكوالز ال 50 اوفر ساين ال 2 انجل دولت هيكون كام 120. ركز معايا في الحته اللي جايه ديت. وبقول ان انا عايز الاف 1 بلس الاف 2 نجيب السم بتاعتهم، ده من ضمن البروبرتيز بتاعت الريشيو اللي هي دي. اقول له هنا الاف 1 بلس الاف 2 بيكون ايكوالز 1 اوف ذا جيفن ريشيو. ما دي ريشيو ودي ريشيو ودي ريشيو كلهم بيساووا بعض على فكره، يعني انت لو جمعت اللي دول مع بعض بيساووا اي واحده من دول اوفر اف 1 بلس الاف 2 اللي هو هنجيب ده بلس ده، يعني ساين 30 بلس ساين 90 اللي اصلا بكام ب 1 بتكون ايكوالز 1 اوف ذا جيفن ريشيو اللي هي ديت 50 اوفر ساين 120. تمام تمام جدا. يبقى نعمل كروس مالتيبليكيشن مع الاف 1 بلس الاف 2 اللي قصادها اللي هي ساين 120 تتحط تحت اللي هي اصلا بروت 3 اوفر 2، يعني كده تعمل على الكالكيوتر تطلع لك بروت 3 اوفر 2 وده 50 مالتيبلاي على فكره دي ساين 30 بهاف هاف بلس 1 هيطلع لك ب 3 اوفر 2 3 اوفر 2 50 ديفايدد 2 هيطلع لك هنا 25 هيكون هنا 75 over root 3 over a 2 يعني هتكون هنا 150. ممكن اعملها على الكالكوليتر. فين الكالكوليتر يا ولدي؟ اهوت. ممكن اقول له هنا 75 over برضو هنا root 3 over لا كده غلط كده اقول له هنا root 3 انزل تحت كده اقول له over 2 50 root 3. يبقى الانسر هنا يكون ايه 50 روت 3 وبس كده. ماشي يا معلم. وادخل في اللي بعديه. هنا بيقول لك if the force is resolved into two perpendicular components F1 and F2. خلي بالك هنا جايب لك الانجل دي ايكوالز الانجل دي، تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان F1 هتكون ايكوالز F2 ومعناه كمان دي هتكون 45 ودي برضه هتكون 45 لانه هو اصلا كده كده perpendicular. طب انت عايز ايه؟ انا عايز هنا الاف. انا عايز هنا الايه الاف ديت. والله بتيجي بطرق كتيره، هي بتيجي بطرق كتيره. احنا عارفين طبعا اللي لما بيكون بربندكولر وده اللي خلناه في الدرس اللي فات اللي هي ريزلتنت او الاف الريزلت او الاف بتكون ايكوالز الايه 2 ملتبلاي الاف ملتبلاي كوساين الفا اوفر 2 الفا اوفر الايه 2. انا عملت الكلام ده ليه؟ لانه هو قال لي ايه ده اصلا دول هيكونوا بربندكولر وجايب الانجل دي ايكوالز الانجل دي، فطبيعي ان التو فورسز دول هيكونوا ايكوالز. الاف اللي هي ديت هو عايز دي بيكون ايكوالز 2 ملتبلاي الاف اللي هي دي او دي. هو قال جايب لك ديت بكام 6 روت 2، اهي الاف 1 ب 6 روت 2 يبقى الاف 2 برضه هتكون 6 روت 2 ملتبلاي كوساين 6 اللي هي ال 90 ديفايد 2 اللي هي كوساين 45 هتكون ايكوالز 1 اوفر روت 2. هنكنسل دي مع دي هيبقى انا عندي 2 باي 6 هتكون ايكوالز ل 12. يبقى الانسر هنا هيطلع لي بكام يا معلم؟ هيطلع لي ب 12. ماشي. ادخل في اللي بعديه. If the force of magnitude 100 نيوتن is resolved into two forces دي ب 60 تمام؟ يبقى ده تطلع لي بكام؟ ب 30. تمام؟ تمام. And the force is measured by نيوتن F1 and F2. يبقى انت هتطلع الاف 1 وانت هتطلع الاف 2. هقول لك على حاجه اتفضل. انت هتعملها بقى بطريقه اللي هي الايه لما يكون عندك التو فورسز بيكونوا بربندكولر. كنا احنا بنقول ايه؟ عشان نجيب الاف 1 بنجيب الريزلتنت اللي هو 100 ملتبلاي الانجل اصلا قريبه من الاف 1 اللي هي دي. اقول هنا كوساين اس ليه 60. طب الاف 2 الاف 2 علشان نجيبها يبقى ال 100 ملتبلاي بدل كوساين بقى هتكون ايه؟ ساين 60. ماشي؟ يعني هتكون 100 ملتبلاي كوساين 60، كوساين 60 ده تطلع بكام يا معلم؟ بهاف، يعني يطلع لك بكام؟ ب 50. ماشي؟ اللي بعديها اللي هتكون 100 ملتبلاي هتكون هنا روت 3 اوفر 2
فيطلع لك في الاخر 50 روت 3. 50 روت 3 يبقى الانسر هنا هيكون 50 و50 روت 3 اللي هتكون هي. خلي بالك هنا بدلك بالاف 1 والاف 2. الاف 1 اللي هي ال 50 وبعد كده 50 روت 3 اللي هو هيكون هنا الليدر ايه؟ هيكون ايه؟ الليدر ايه؟ تمام. طيب السؤال هنا نمبر 7. طيب انا عندي هنا بقى كويتشن نمبر 7 بيقول لك a force of magnitude 20 نيوتن acts in the direction 30 degree north of the east is resolved into two perpendicular components. زي ما انت شايف قدامك كده ده هنا الايست وده النورث وده 30 وريزلتنت هنا بيكون ايكوالز لايه 20. انت عايز ايه؟ قال لي هنا زين ذا ماجنتيود اوف ذا كومبوننت ان نورث دايركشن. النورث دايركشن اللي هو ده النورث دايركشن اللي هو هيكون ايه الشكل اللي هو الدايركشن ده. طب تمام هنعمل ايه؟ عادي بقى ما احنا عارفين طبعا ان تو فورسز دول هيكونوا ايه؟ هيكونوا بربندكولر يعني ب 90 ديجري يعني دي مثلا اف 2. يبقى احنا كنا بنقول هنا هتكون ايكوالز اللي هو الريزلتنت اللي هو 20 مالتبلاي مش هتقول بقى الكوساين لا الانجل او الثيتا بعيد عنها فهنقول هنا ساين 30 يعني 20 مالتبلاي ساين 30 هتطلع بهاف هاف 20 هتطلع لك بكام؟ ب 10. فهيكون الانسر هنا هيكون 10. تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعديه فورس اوف ماجنتيود 20 برضه اهوت ده الريزلتنت وده الاف 1 وده الاف 2. تمام؟ تمام. انت عندك هنا بيجي يقول لك ايه؟ ويسترن نورث دايركشن از ريزولفد انتو تو كومبوننتس ون اوف ذيم اوف ماجنتيود اف 1 وده الاف 2. طب انت عايز ايه؟ قال انا هنا عايز الاف 2 برضه نفس الكلام. قال هنا انا عايز الايه؟ نفس الكلام هنا برضه. خلي بالك هنا ان الدايركشن هنا او الفورث ده الفورث ده الفاليو بتاعته ب 20 روت 2. وقال لك هنا الاكتس ان ذا ويسترن نورث. ويسترن نورث ده يعني معنى كده ان هو جاي في النص. يعني الانجل دي بتكون ايكوال زي الانجل دي وانا عارف هنا اصلا ان هو بيكون بربندكولر يعني ده الانجل ده تطلع 45 ودي برضه تطلع لك بكام 45 وهنا برضه نفس الكلام هنا برضه 45 وهنا برضه هيكون بكام 45. لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا ما بين الاف 1 والاف 2 ده اللي انا همسح ده بقى كده عشان ده مش هيهمني ما بين ان هنا الاف 1 التو فورسز دولت والاف 2 ايوه هيبقى عندي هنا بقى دي الانجل اهي وده الريزلتنت. طب انت عايز هنا الاف 2 حاضر يبقى انا هنجيب هنا الانجل هقول له هنا اف 1 اوفر ساين الانجل البعيد عنها. فين بقى الانجل اللي هي بعيده عنها؟ ما تقولوش دي ودي لا من بعد مين؟ من بعد الفورس دي او الريزلت ده هيكون هنا ايه 45 وهنا برضو الاف 2 اوفر هيكون ساين الايه؟ ادي الاف 2 اهيت ساين الايه؟ اللي بقى السيتا اللي هناك هيكون 45 مع 45 يطلع لك بكام؟ ب 90 بيكون ايكوالز اللي هي الفورس ديت 20 روت 2 اوفر ايه بقى اللي هو الساين التو انجل دولت هقول له هنا ساين 45 بلس 45 بلس 45 هيكون ايكوالز 135. انا عايز ان الاف 2 ممكن نعمل هنا دي كروس مالتيبليكيشن يبقى هيبقى 20 روت 2 مالتيبلاي ساين دي ب 1 دي يبقى 20 روت 2 اوفر ساين 135. لو احنا معانا كده كالكليتر اقول له هنا ايه كده 20 روت 2 اوفر ساين 135 واقفل كده هيكون ايكوالز الايه ال 40. يبقى انا عرفت كده خلاص ان الفاليو بتاعت الايه الاف هتكون بكام او الاف 2 هتكون بكام بال 40. السؤال ده بيقول لك هنا انا عندي هنا الفورث دي بكام ب 10 نيوتن وده ب 3 وده ب 4. طيب انت عايز ايه؟ قال لي هنا انا عايز ماجنتيود اوف ذا كومبوننت اوف ذيس فورس in the direction of الاو اكس اللي هو ده. تمام. احنا اول حاجه احنا ممكن نعمل حاجه حلوه قوي اللي هي مش ده الفورس ده اللي هو الاو واي ده احنا ممكن نرسم واحد قد كده بيكون بارلل هتكون هي على فكره بيكون بارلل يبقى ده هيكون ايه بارلل. تمام ما استفدناش حاجه لا ازاي احنا لو فرضنا هنا مثلا ان عندي هنا الانجل هنا بص دي سيتا تمام يبقى دي برضه هتطلع لك بكام؟ دي برضه هتطلع بسيتا. دي برضه هتبقى ايه؟ سيتا. ازاي؟ انت عندك السايد ده هيكون بارل برضه الايه؟ الاو اكس ده. فيبقى الانجل دي بتكون ايكوالز الانجل دي باي ايه؟ باي كورسبوندنج. لو جيت تلاحظ هتلاقي ده رايت انجل تراينجل ده 4 ده 3 ده هيطلع لك هنا 5 بالبايثاغورس سير. انت كده بقى عندك هنا الفورس 1 دي اف 1 ودي هتكون اف 2. وده الايه الريزلت هنا اهوت.
طب انت عايز الاف 1؟ مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. طب انت عارف ان هم بربندكولار على فكره، يبقى الاف 1 هتكون ايكوال ريزلت اللي هو 10 ملتي بلاي كوساين اللي هي الانجل اللي هي قصادها، ما هي الثيتا قصادها اصلا اللي هي دي كوساين الايه الثيتا، يعني بيكون ايكوال 10 ملتي بلاي كوساين ثيتا اللي هي بتكون ايكوال دي، دي هي دي الكوساين ادجيسنت اوفر هايبوتنس اللي هو 3 اوفر ال 5، هيكون 3 اوفر ال 5 10 فايد ال 5 هتكون ايكوال 2، 2 باي 3 هيكون ايكوال الايه 6، فالانسر هنا هيكون كام 6. سهله صح؟ بس فكرتها حلوه. طب هنا بيقول لي a force of magnitude 10 root 2 gram weight acts in the eastern south direction. تمام، تعالى كده نرسمها اهوت. 10 root 2 gram weight acts in the eastern south. خلي بالك هنا eastern south يعني في النص بالظبط، من الايسترن والساوث يعني في النص هنا كده. ده 10 root 2 direction is resolved into two perpendicular components. Perpendicular components يبقى الكومبوننتس بتاعتها هتكون هتكون عامله ازاي؟ Then the magnitude of the component in the south south direction. خلي بالك ديت ده الفورس ده اللي هو resultant. تمام، فلما يكون الكومبوننتس بتاعته هتكون بكام؟ هو قال لك هنا الكومبوننت بتاعته هتكون perpendicular، يعني انا عندي هنا ده الف 1 وده هيكون هنا الاف 2. ما هو لازم كده يكون انا عندي هنا التو فورسز دول هيكونوا perpendicular، هو اللي قال هنا التو perpendicular components. Then the magnitude of the component in the south direction. South direction اللي هو ده، هو عايز ده اللي هو الاف 2. خلاص؟ تمام. طب هو قال لي هنا اللي جاي في النص دي 45 ودي برضه هتطلع بكام 45؟ او واحده بس يعني مش هتفرق يعني. عشان اجيب دي يبقى الاف 2 هنجيب الريزلت اللي هو 10 روت 2 ملتبلاي كوساين الانجل اللي جنبها اللي هو 45. يبقى 10 روت 2 ملتبلاي كوساين 45 1 اوفر روت 2 دي تروح مع دي، فيبقى الانسر هنا هيطلع بكام؟ ب 10. طب هنا بقى بيقول لي نمبر 11 a force of magnitude 6 نيوتن acts in the direction of north. طيب هنا برضو هنرسم كده الدايركشنز بتاعتنا، وقال لي هنا ان الفورس هنا الماجنتيود بتاعتها 6 نيوتن فين بقى؟ في اتجاه الايه؟ النورث اهوت كده. It's resolved into two perpendicular components. ركز معايا، بيقول لك هنا هيتحللهم ل تو كومبوننتس يعني مركبين بيكونوا بربندكولار. فالكومبوننتس ان ذا دايركشن اوف ذا ايست، قال لا ده في كومبوننتس منهم بيكون في اتجاه الايست اللي هو ده كده. يبقى كده الكومبوننت الثانيه، خلي بالك ده ريزلتنت اللي هو كان قايل لي عليه اللي هو ب 6 ده ريزلتنت او الفورس ده او ده. طيب في واحد منهم اللي هو الاف 1 ده بيقول لك فروم ذا ايست، يبقى الاف 2 هيكون فين؟ هيكون برضو على اليمين على الدايركشنز ده، ده الاف 2. طب ليه؟ ما هو اللي قال لي هنا ان التو كومبوننتس دول بيكونوا بربندكولار. انا قلت لك الملحوظه ديت لما تلاقي ان الاف 2 بيكون ايكوالز ريزلتنت او الاثنين منطبقين او ان ذا سيم دايركشنز، ففي الحاله ديت الاف 2 هيكون ايكوالز ريزلتنت. يعني هنا هو عايز هنا بيقول لي هنا سو اتس كومبوننت ان ذا دايركشن اوف ذا ايست اوف ذا ايست. احنا قلنا هنا الاف 2 هتكون ايكوال زيرو، يعني الاف 2 ديت هتكون ايكوال 6، دي ب 6 ودي ب 6. طب الاف 1 هتطلع لك بزيرو، الاف 1 هتطلع لك بكام؟ هيطلع لك بزيرو. احنا قلنا السكند فورس دايما هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو. طب هنا بيقول لي فورس اوف ماجنتيود 4 روت 2 نيوتن اكتس ان ذا دايركشن اوف ايست اتس ريزولفد انتو تو بربندكولار كومبوننتس. ماشي، بيقول لك ذا دايركشن اوف ذا ايست اهوت كده بكام؟ 4 root 2. It's resolved into two perpendicular components. اه. يبقى ده كده ودي كده. perpendicular. والاثنين هيكونوا قد بعض، يعني ده 45 وده 45. بيقول لك هنا the component in the direction of the northern east. northern east. northern east اللي هو هيكون ده. هو عايز ده. نفس الكلام برضه. خلاص عشان تجيب ده هنجيب الريزلت اللي هو 4 روت 2 ملتبلاي كوساين الانجل هنا اهيت كوساين 45، يعني تطلع لك ب 4. تطلع لك كده كام؟ ب 4. تمام. هنا نمبر 13 بيقول ذا ماجنتيود اوف ا فورس از 6 نيوتن اند اكتس توورد ذا نورث. برضه نفس الكلام اهو كده، قال لي هنا اكت تو ايه؟ تو ذا نورث كده. قد ايه 6 نيوتن؟
It's resolved into two perpendicular components. يعني two components دول بيكونوا perpendicular. Then it's a component in the direction of eastern and north. Eastern and north يعني هتكون هنا كده. يعني ده هنسمي ده مثلا F1. طب ال F2 ما قال لك هنا perpendicular يبقى هتكون الناحية التانية هنا. يعني أصلا كده كده إن السكند فورس ده لازم يكون في direction مختلف. واحنا قلنا طبعا بيكونوا perpendicular يعني الأنجل دي بيكون equals الأنجل دي. يعني هنا 45 وهنا برضو بكام 45. يعني ده 45 هنا برضه هيكون بكام؟ ب 45. تمام ماشي؟ خلاص تمام. عايز ايه بقى؟ قال انا عايز هنا الماجنتيود اللي هو اللي هو الاف 1. طب تمام. هنا بيكونوا بربندكولر فاقول له هنا ان ريزلتنت اللي هو الاس 6 ملتبلاي كوساين الانجل اللي هي اللي معايا هنا اللي هو ايه 45. يعني 6 ملتبلاي كوساين 45 1 اوفر روت 2. 6 1 اوفر روت 2 هتبقى 3 روت 2. طلع لي هنا 3 root 2 اللي هو هيكون هنا letter B. تمام. السؤال اللي بعديه هنا بقول لك 14 a force of magnitude 5 root 3 newton acts in the direction of 30 east of the north. خلي بالك بقى من الحته اللي جايه east of the north الديجري ديت هتاخد الايه اللي هو الدايركشن ده اللي هو النورث. يعني هتكون الديجري دي قريبه من ايه؟ من النورث كده east ما بين الايست والنورث هتكون قريبه كده 30 ديجري والماجنيتيود بكام 5 روت 3 is resolved into two perpendicular components then the magnitude of its component in the east direction الايست دايركشن يبقى هيكون هنا كده ده. طب والكومبوننت الثاني هيكون كده الا ما هنا بيكون perpendicular يبقى هتطلع بكام 6 ديجري. هو عايز هنا الاف 1 الاف 1 هتبقى resultant هنا اللي هو هيكون 5 روت 3 multiply cosine angle او الثيتا اللي معاها اللي هو كوساين 60. كوساين 60 بيكون ايكوالز الهاف. هيكون ايكوالز الهاف. يبقى 5 روت 3 ملتبلاي الهاف فهيطلع لك بكام كده؟ فهيكون هنا دي اصلا اوفر 1 يعني ده تروح مع دي تبقى 5 روت 3 اوفر 2 اللي هي هتكون هنا الليدر ايه. طيب السؤال اللي بعديه برضو نمبر 15 ذا ماجنتيود اوف ا فورس از 8 نيوتن. تمام. And acts in the east direction. East direction. اللي هو هيكون ده كده. It's resolved into two components. ماشي. The angle between the two components 120. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي. The two components هيكون بكام 120. وقال لي هنا in the east direction. تمام. Then it's a component in the south direction. The south direction اللي هو هيكون ده كده. وما بين ده ال F1 مثلا ما بين ال F1 والريزلتنت ده ب 90 ديجري. طب هنا بيقول لي الانجل هنا ب 120 يبقى هنزود السكند فورس او الفورس اللي هي ال F2 ديت هتطلع كده. ليه؟ عشان دي 90 وهنا هنقول مثلا دي ب 30 دي 90 ودي ب 30 عشان يبقى كلهم كام؟ 120. هو عايز بقى ال F1 هنا. انا عايز ايه ال F1 هنا؟ هتقول لي بقى ايه؟ هنعمل بقى اللي هي ريزلتنت مالتي بلاي كوساين. غلط. لانه ما قالليش ان هم هيكونوا بربندكولر ده الانجل اللي بينهم هنا ب 120. يبقى دي بقى بالقاعده الايه؟ بالقاعده اللي هي الاساسيه بتاعت الدرس اللي هي الايه؟ اللي هي الاف 1 اوفر ساين الانجل اللي هناك اللي هو ساين 30 بيكون ايكوالز ريزلتنت اللي هو الايت اوفر ساين التو انجل دولت اللي هو بكام؟ 120. تمام كده؟ تمام. ساين 30 دي هتطلع بهاف وساين ديت هتطلع لك بروت 3 اوفر 2. هتطلع بكام؟ روت 3 اوفر 2 فاحنا ممكن نشيل ايه؟ ال 2 مع ال 2 دي كده. هيكون هنا 8 ديفايد روت 3. هيكون 8 ديفايد روت 3 هتطلع لك في الاخر ب كام؟ هنعمل كروس ملتبليكيشن هنشيل ال 2 مع ال 2 اصلا كده هيكون 8 ديفايد روت 3 يعني الاف 1 ديت هتطلع بكام؟ 8 اوفر روت 3. يعني لو جينا نعملها كالكليتور اقول له هنا 8 ديفايد روت 3 ايكوالز هتكون هنا ليتر دي A force of magnitude 40 نيوتن acts vertically upwards. الماجنتود رايحه فوق كده upwards هتطلع بكام 40 نيوتن into two component one of them is horizontal. horizontal يعني رايحه كده بكام؟ قد ايه؟ ب 20. طبعا كده معنى كده ان ده هيكون هنا في بربندكولر. زين ذا ماجنتيود اوف ذا اذر نيوتن هو الاذر نيوتن الاذر فورس او الماجنتيود الثاني هيروح كده لان بيروح في دايركشن مختلف. هنسمي دي مثلا ثيتا. دي ممكن تتحل بالطريقه الليسن اللي فات
او ممكن بطريقه الدرس بتاع النهارده. يعني احنا عندنا طبعا هنا تو فورسز، هناك ده الاف 1 وهنا الاف 2. بيكون هنا الريزلتنت بيكون بربنديكولار، هنا احنا كنا قلنا الحصه اللي فاتت بيكون الدرس اللي فات بيكون بربنديكولار على السمولر فورس. لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا الريزلتنت ده الانجل اللي مع الاف 1 دي بيكون كبيره. انت عارف ده معناه ايه؟ ان الاف 1 ده الاف 1 ده بيكون صغير، بيكون الفاليو بتاعته بتكون ايه؟ سمولست. اما الاف 2 هو اللي بيكون جريتر. عشان كده بنقول هنا ان الار 2 هيكون ايكوالز الاف 2 باور 2 ماينس الاف 1 باور 2، اللي هي ديت 40 باور 2 هيبقى 1600 بيكون ايكوالز الاف 2 باور 2 اللي هي تكون ديت ماينس الاف 1 باور 2 اللي هي ديت 20 باور 2 يطلع لك بكام؟ 400. هناخد تودي دي الجهه الثانيه يبقى هتكون هنا اف 2 باور 2 هتكون ايكوالز 2000. يعني هناخد هنا السكوير روت او اللي هنا سكوير روت 2000 هيطلع لك بتويني روت ال 5. بتويني روت ال 5. دي طريقه انت ممكن تحلها بالطريقه اللي هو بطريقه الدرس بتاع النهارده، بطريقه الدرس بتاعنا ده اللي هي الرول اللي احنا قلناها اللي هي الاف 1 اوفر الساين السيتا اللي بعيد عنها. احنا كنا قلنا قبل كده ان الاف 1 اللي هو 20 ده اوفر الساين سيتا اللي هناك، بس هي طريقه طويله شويه. وهنا الاف 2 اوفر ساين السيتا ديت اللي هي ب 90 ايكوال الريزلت اللي هو ال 40 اوفر ساين التو انجل دولت لو 90 بلس السيتا، 90 بلس السيتا. وقلنا الفكره ديت في حصه الشرح. تمام تمام دي ب 1 على فكره، دي ب 1. وهنا على فكره دي هنحلها عن طريق الريليتد انجلز ال 90 بتغير الساين، فهتبقى هنا كوساين، هتبقى كوساين الايه؟ السيتا. فهناخد هنا الساين اوفر كوساين ده اللي هو ده ديفايد ده، يعني من ضمن البروبرتيز بتاعت الراشيو ساين سيتا اوفر كوساين سيتا هتكون ايكوالز 20 اوفر ال 40، يعني تكون ايكوالز الهاف. ساين اوفر كوساين اديني هنا كده 10، 10 سيتا بيكون ايكوالز الهاف. لو احنا عملنا الترينجل بتاعتنا كده ال 10 سيتا اوبوزيت اوفر الادجيسنت، لو الهيبوتنس هنا تطلع بكام؟ بالبايسيكل السيلم، بالبايسيكل السيلم تطلع بكام؟ بروت ال 5. طب انت عايز بقى ايه؟ انا عايز هنا الاف 1 او الاف 2، هو عايز ايه؟ الماجنتود اوف ذا اذر دايركشن اللي قلنا الاف 2 اللي هو هنا ايه الاف 2، الاف 2 علشان تيجي اهوت هنعمل كروس مالتبليكيشن كده بالاف 2 دي خلاص ب 1، يبقى 40 ديفايد الكوساين سيتا، 40 ديفايد كوساين السيتا، الكوساين اللي هو الادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو 2 اوفر روت ال 5. هنطلع دي فوق وتعمل على الكالكوليتر هتطلع نفس الانسر بالظبط، مفيش اي مشكله. طب هنا نمبر 17 force of magnitude F نيوتن is resolved into two components. يعني انا عندي هنا الاف والتو كومبون الاف 1 والاف 2 مثلا، ادي الاف اهوت ده الاف وده الاف 1 وده الاف 2. قال لك هنا بيعمل انجل هنا بكام؟ 60 و90 ريسبكتفلي، يعني هنا 60 وهنا 90. طب انت عايز ايه؟ قال لي هنا انا عايز ريسبكتفلي بات اون ديفرنت سايدز فروم ذا لاين اوف ذا، انا عايز الاف 1. الاف 1 انت جاي تهزر؟ عادي الاف 1، بس خلي بالك لو جبت لاحظ هتلاقي هو عايز الاف 1 بدلاله الاف 2. يعني اقول له هنا ان الاف 1 اوفر الساين السيتا اللي بعيد عنها اللي هو ساين 90 بتكون ايكوالز الاف 2 اوفر ساين الانجل برضه اللي بعيد عنها اللي كنت تطلع بكام؟ 60. يبقى الاف 1 هنا يبقى الاف 1 يبقى الاف 1 اوفر ساين 90 دي ب 1 اصلا، وساين 60 دي اصلا بكام؟ هتطلع ب روت 3 اوفر 2. فانت دلوقتي انا عايز الاف 1، يبقى الاف 1 يبقى الاف 2 ديفايد روت 3 اوفر 2. يبقى الاف 1 ملتبلاي دي يبقى الاف 1 اهي بتكون ايكوالز ده ديفايد، او ممكن نعمل كروس ملتبليكيشن روت 3 اوفر 2 بيكون ايكوالز الايه؟ الاف 2. يبقى الاف 2 الاف 2 ايكوالز روت 3 اوفر 2 اف 1. طب انا عايز هنا الاف 1 فهتتشقلب، يعني لو كنا عايزين بقى هتتشقلب. يبقى تاني عشان بس ايه ما يحصلش لخبطه كده، انا هو دي الاف 1 دي ساين 90 دي ب 1. طب انا عايز هنا الاف 1 ده ديفايد ده. طب احنا عايزين نطلع الفراكشن ده فوق، لما تيجي تطلعه فوق كده بيطلع بالمالتيبليكيشن انفرس، يعني هيطلع لي ب 2 اوفر روت 3 وجنبها هنا الايه؟ الاف 2 بس كده. هتكون هنا ايه؟ الله يقدر سي. طيب المساله ديت اخدناها برده في جزء الشرح. انت عندك هنا بيقول لك الفورس هيد بيكون هنا داون ووردز، هنا بيكون بربنديكولار، يبقى تطلع بكام؟ 90 ديجري. ودي برضو ب 90 من الناحيه الثانيه، دي بسيرت تطلع دي بكام؟ 60.
بس خلاص. انت عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز الاف 2. الاف 2 اه ماشي، ادي التو فورسز هم دي 6 ودي 19، مفيش اي مشكله. يبقى الاف 2 علشان نطلعها هنعمل ايه؟ هنقول له الاف 2 اوفر ساين الانجل اللي بعيد عن اللي ب 90 بيكون ايكوالز ريزلتنت اللي هو 75 اوفر ساين التو انجل دولت 60 بلس 90 يديني 150. انا عندي ناس ساين 90 دي ب 1، 150 ديت دي بتطلع لك بكام؟ بهاف. يبقى هيبقى عندي ان الاف 2 بيكون ايكوالز 75 ديفايد الهاف، يعني لو جيت تعملها على الكالكوليتر يطلع لك بكام؟ 150. فالانسر هنا هيبقى 150. تمام. شوف السؤال اللي بعديه. المساله دي سهله جدا، بيجي يقول لك انا عايز الفاليو بتاعت الاف 1 بلس الاف 2 اوفر الاف، دي اخذناها برده في الشرح. هنطبق بس القاعده كده، يبقى الاف 1 اوفر ساين الثيتا اللي بعيده عنها اللي هي 45 يكون ايكوالز الاف 2 اوفر الاف 2 اوفر ساينس ايه؟ ساينس 30 هتكون ايكوالز الاف ديت اوفر ساين التو انجل دولت اللي هو كام؟ 75. تمام. انا عايز الاف 1 بلس الاف 2، الاف 1 اللي هي ساين 45 بلس الاف 2 اللي هو ساين 30، يبقى ساين 45 بلس ساين 30 اوفر الاف اللي هي ساين 75. يبقى هتكون الاجابه هنا هيكون ليدر 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 سي. بس هنا بيقول لي اي بي سي دي اي اف از ريجولر هيكسجون، برضه اخدنا في جزء الشرح لو رسمنا كده هيكسجون كده تمام. وبيقول لي هنا تعال بس نسميها الاول كده اي بي سي دي اي اف، ولكن a force of magnitude 20 نيوتن acts in the direction of the ED، يعني الدايركشن اللي هو بتاع الاي دي ده الفورس بتاعته تطلع بكام؟ ب 20. then the magnitude of the two component of the force of the direction AC، الاي سي اهيت ومين والاي اف هو ده ماشي. يبقى ده هنسمي ده اف 1 ونسمي ده الاف 2. طيب انا قلت لك قبل كده ان احنا عندنا الانجل هنا، اي انجل هنا الميجر بتاعت اتش انجل او انتيريور انجل للهيكسجون بيكون ايكوالز 120 ديجري. هتقول لي ازاي؟ بتيجي عن طريق القانون ان ماينس 2 ملتبلاي ال 180 ديفايد الان، والان ديت يعني النمبر او نمبر اوف ذا ايه اوف ذا سايدز. تمام كده تمام. نيجي بعد كده احنا عارفين ان الانجل هنا 120. طيب انا عندي برضو معلومه قلتها لك قبل كده في جزء الشرح، لو انت لسه ما اتفرجتش عليه اتفرج عليه، ان الدياجونال بيعمل بايسكس، الدياجونال لاتش انجل بتعمل بايسكس للانجل ديت بتقسمها لقد ايه؟ ل 30 ديجري. يعني هنا في كمان دياجونال كده المفروض، فبتقسم ده ب 30 ودي ب 30 ودي ب 30 ودي ب 30، يعني دي 30 ودي 30 ودي 30 ودي برضه 30. حتى لو كنت تحسبهم هتلاقي 120. طب احنا عايزين بقى اللي ما بين مين؟ اللي هو الاي سي والاي اف، يعني معنى كده ده يتشال مش عايزينه. تمام. هنا 30 وهنا 30 يبقى ده يطلع لك بكام؟ 60. طب اشمعنى جمعت دولت؟ لان انا اللي لسه راسم اصلا الدياجونال ده، انا مش عايز الدياجونال، انا رسمته بس عشان اوضح لك. يبقى الانجل هنا يطلع لك بكام؟ 60 ديجري. يبقى 60 ودي 30 يبقى تطلع بكام؟ 90 ديجري. يبقى نطبق بقى القاعده اللي بتاعتنا بتاعت الكوساين والساين. هو عايز ايه بقى؟ انا عايز هنا الاي سي والاي اف، الاي سي اللي هو الاف 2، يعني هو عايز الاف 2 وبعد كده الاف 1. ماشي بسيطه. اقول له هنا ان الاف 2 الاف 2 اهيت، اقول له هنا الريزلتنت اللي هو بكام اصلا؟ ب 20 ملتبلاي كوساين الانجل اللي جنبيها كوساين 30. كوساين 30 كوساين 30 بتكون ايكوالز روت 3 اوفر ال 2، يعني يطلع لي ب 10 روت 3. طب الاف 1، الاف 1 هيطلع لك ب 20 ملتبلاي ساين 30، مش كوساين 30 بقى، لا ساين 30 اللي هتطلع بكام؟ بهاف، فهيطلع لك بكام؟ ب 10. يبقى 10 روت 3 وكمان ال 10 هيبقى ليدر اي. ذا فورس الاف هاز بين ريزولفد انتو تو كومبوننتس الاف 1، انا عايز الاف 1 اوفر الاف 2، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى انا اقول له هنا ان الاف 1 اوفر ساين ثيتا 1، لا الساين ثيتا 2 لان بناخد الثيتا اللي بعيد عنها، والاف 2 اوفر ساين ثيتا 1 بيكون ايكوالز الاف اوفر ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. بقول انا عايز الاف 1 اوفر الاف 2، ده ديفايد ده بده ديفايد ده، يبقى ساين ثيتا 2 ديفايد ساين ثيتا 1 اللي هتكون هنا الليدر اي. نمبر 22 هنا بقول لك برضه ده هيكسجون، وده الاف 1 اهيت
وده الاف 2 وده 15 يبقى ده هتكون ب 30 وده تطلع بكام 60 زي ما احنا خلاص عرفنا بقى زي ما احنا عرفنا. طب تعالى كده الاول لا مش هتطلع ب 30 ب 60 نوزعها الاول كده اهوت دي كده ودي كده دي 30 هو قال لي هنا دي 30 ودي 30 ودي 30 ودي 30 احنا عايزين بقى بين الاف 1 والاف 2 يعني دي 30 والباقي ده كله هيكون ب 90 يبقى هنشيل الخطوط اللي احنا رسمناها ديت عشان نعرف بس ان الانجل هنا بكام ب 90 هتطلع ب 90 تمام ما بين الاف 1 والاف 2 عايز بقى ايه الاف 1 والاف 2 كام الريشيو بتاعتها يبقى انا اقول له الاف 1 اوفر ساين الثيتا اللي هناك اللي هي ساين 90 يكون ايكوالز الاف 2 اوفر ساين مين الانجل هناك برضو ساين 30 ساين 90 ب 1 وده ساين 30 دي تطلع لك بكام بالها يبقى الاف 1 يبقى الاف 1 بكام اهي الاف 1 ب 1 والاف 2 بهاف يعني الاف 1 ب 1 والاف 2 دي بكام بهاف او لو انت مثلا اتلخبط هنطلع دي فوق لما تطلع هتطلع بكام ب 2 هتطلع بكام ب 2 حاسب انك اتلخبطت هي هتطلع 1 2 بس تاني هو ده تاني اهو هنا ال 1 وهنا الهاف دي 2 دي ودي 2 1 يعني دي 2 ودي 1 دي الدبل هنا 1 وهنا الهاف وال 1 الدبل بتاعت الهاف فيبقى 2 2 1 بس عشان بس ايه ما يحصلش لخبطه اكتر من كده طيب هنا بيقول لك if a body of weight 10 newtons is placed on a smooth plane اول ما يجي يقول لك smooth plane انا الجسم اهوت ده البودي اهوت ممكن نعمل كده بربندكولار كده وده كده ده كده وده كده الانجل اللي هي ب 30 ديت الثيتا دي ب 30 بحط هنا برضو ايه 30 زي ما قلنا قبل كده في جزء الشرح وقلنا علشان نجيب الاف 1 دي هنا ودي هنا هنسميها ايه اف 2 الاف 1 ديت هتكون ايكوالز ريزلت اللي هو 10 ملتبلاي كوساين 30 وديت هتبقى برضو 10 ملتبلاي ساين الايه ال 30 يبقى 10 ملتبلاي كوساين 30 10 ملتبلاي كوساين 30 اللي بتطلع بروت 3 اوفر 2 يعني هتطلع 5 روت 3 طب ديت 10 ملتبلاي ساين 30 يعني 10 ملتبلاي الهاف هتطلع بكام ب 5 هو عايز ايه بقى بيقول انا عايز هنا زين ذا كومبوننت اوف ذا ويت ان ذا دايركشن اوف ذا لاين اوف ذا جريتست سلوب الجريتست سلوب اللي هو الاف 2 يبقى هتطلع بكام ب هاف ب 5 اسف هنا برضو if a body of weight W is placed on a smooth plane برضو نفس الكلام نعمل كده ده البودي اهوت وبيعمل هنا الويت بتاعه بينزل كده وهنا برضو بيعمل هنا الانجل هنا اللي بيكون horizontal by angle theta تمام احنا قلنا هنعمل ايه بقى هنعمل ده البربندكولار ده كده وبرضو البربندكولار التاني ده كده والانجل theta برضو بتحط هنا مش وقال لي ده بك ايه اسمه W فبقول لي هنا so the component of the weight in the direction of the plane in the direction of the plane the component of its weight ونحط هنا ال F1 ونحط هنا ال F2 هنا بقى عايز ايه قال هنا so the component of its weight in the direction in its, of the plane اللي هو على فكرة اللي هو ال greatest slope هو قصده هنا على ال greatest slope اللي هو هيكون ال F2 اللي احنا كنا بنجيبها ازاي ال F2 علشان نجيبها احنا قلنا ديت ال F1 هتطلع بال resultant اللي هو ال W multiply cosine theta وهنا برضه اقول له W الساين الايه الثيتا يبقى دبليو ساين الثيتا if a body of weight W is placed on the inclined smooth plane برضو نفس الكلام كده وده البودي وده ينزل ده كده اهوت make an angle of measure theta كده ده الثيتا ودي برضو هيبقى هنا برضو ليه الثيتا هنعمل ده كده نعمل ده كده الثيتا اهوت then the weight component in the perpendicular direction of the plane the weight component in the perpendicular direction of the plane اللي هو عايز هنا ال F1 ديت ال F1 ديت هتكون equal هنا W cosine theta W cosine theta اللي هي هتكون letter B if a body of weight W is placed and inclined the smooth plane an angle of measure theta with a vertical then its weight component in the direction and direction of the plane ركز بقى في الأسئلة اللي جاية ديت عشان فيها أفكار
ليه بقى؟ لو كنت قلت لك الجزئيه ديت في حصه الشرح. انت عندك هنا في بودي ويت دبليو ماشي displays on the client's most plane برضه نفس الكلام ادي اهوت وده البودي وكان الويت بتاعته بيكون كده and make an angle of measure theta ماشي. خلي بالك من الحته اللي جايه بقى سيتا with the vertical تاج السيره يا لطيف. اولا ده الهوريزونتال هو قال لك بيعمل انجل الميجر بتاعته بسيتا مع الفيرتيكال. الفيرتيكال اللي هو ده كده دي بسيتا وده الهوريزونتال. طب الانجل دي تطلع لك بكام؟ احنا عارفين طبعا ان هم بيكونوا بربنديكولر يعني دي كلها على بعضها ب 90 ديجري. بص دي كلها ب 90 ديجري فديت هتطلع بكام؟ دي هتطلع لي ب 90 ماينس السيتا. بس هي دي الفكره بتاعت المساله. وكمل بقى هنعمل بقى البربنديكولر كومبوننتس كده والانجل ديت هتطلع لك بكام؟ 90 ماينس السيتا. هنا الاف 1 وهنا بيكون الاف 2. طب هو عايز يبقى قال لي زويت كومبوننت ان ذا دايركشن اوف ذا بلين اللي هو الاف 2. والاف 2 كنا عشان نجيبها بنجيب هنا الدبليو اللي هو ريزلتنت ملتبلاي ساين السيتا. السيتا اللي هي طلعت بكام اصلا؟ 90 ماينس السيتا. يعني دبليو ملتبلاي ال 90 تغيرها بدل ما هي ساين هتكون ايه؟ كوساين. كوساين سيتا بدبليو ملتبلاي كوساين سيتا اللي هتكون هنا ليتل بي. تمام كده؟ تمام. سؤال حلو على فكره. طيب ندخل في questions number 27. بيقول لك a body of weight W newton is placed on the inclined plane smooth and angle of measure theta with the horizontal. نفس الكلام برضو هيكون كده. ده البودي وده كده برضو وده W. تمام. وبيعمل هنا انجل هنا بكام؟ بيكون سيتا. تمام. Then the component of its weight direction الكومبوننت بتاعت الواي دايركشن بيطلع بكام؟ لاين اوف ذا جريتست سلوب 7 هنا بيكون 7 اند 24 اند اتس بربنديكولر. بربنديكولر اللي هو ده بيكون بكام؟ ب 24 نيوتن ريسبكتفلي. زين ذا ماجنيتيود اوف ذا ويت دبليو انا عايز هنا الدبليو. احنا عارفين طبعا هما طبعا التو كومبوننت دولت بيكونوا بربنديكولر واحنا قلنا قبل كده طبعا الانجل هنا هتكون سيتا. طبعا احنا قلنا قبل كده لما بيكون عندك هنا تو كومبوننت او تو فورسز هنا بيكونوا بربنديكولر انا ممكن اجيبها عن طريق اللي هو الدرس اللي فات. القانون بتاع الدرس اللي فات اقول له هنا اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 يعني هتكون روت 7 باور 2 49 بلس 24 باور 2. لو جينا نعمل كده الكالكليتور انا من الجنجاين شكمبونو فين ايات اقول له هنا روت 7 باور 2 بلس 24 باور 2 ايكوالز 25 يبقى هيكون الانسر هنا كام؟ هيكون 25. question number 28 بيقول لك ان تراكتور دراجز ا كار وذ ا فورس 1200 اللي هو ده قاطره بتشد العربيه ديت بقد ايه؟ القوه بتاعتها قد ايه؟ 1200 ماشي. اتس ريكوايرد تو ريبليس ذا تراكتور باي انذر تو تراكتورز يعني هنشيل ديت ونحط مكانهم الاثنين دولت. نفس الفكره على فكره بتاعت المساله ده الفورس وده بيعمل لك هنا التو كومبوننت وبيعمل لك هنا انجل هنا ب 60 والتو كومبوننت دول بيكونوا بربنديكولر هو اللي قال هنا ب 90 ديجري فمعنى كده تطلع لي بكام؟ دي بسيرتو ومش محتاجها قوي يعني انا مش محتاجها خلاص. ليه؟ هو هنا بقى بيقول انا عايز بيقول لي زين ذا انجنز ان ذا تو كابلز بي اند سي بدا بالبي وبعد كده السي. خلاص ماشي مفيش مشكله. فهنعمل ايه بقى؟ خلاص هنطلع البي الاول اللي هي الريزلت اللي هو ده 1200 ملتبلاي كوساين ممكن نجيب الانجل دينا 30 ماشي ونسيب دي كوساين 30 ده مين ده البي. طيب والسي هيبقى برضو 1200 ملتبلاي ساين 30 ده هتطلع لي ب 600. خلاص هي طلعت هنا هي دي دي ودي هتبقى كوساين 30 هتبقى 600 روت 3 هيكون هنا ليتر سي. بس a track has a broken down traffic officers try to pull the track by using برضه نفس الفكره. بس خلي بالك هنا مش هينفع نعمل بقى كوساين وساين. ليه؟ لان عندنا التو انجل دولت ما بيكون او التو كومبوننت دولت ما بيكونوش بربنديكولر. هنا جايب لك هنا تي 1 وهنا جايب لك هنا تي 2. طب انا عايز هنا بقول تو ذا نيرست نيوتن انا عايز مين بقى تي 2 اللي هو القانون الاساسي بتاعنا اقول له هنا تي 2 over ساين الانجل بعيد عنها اللي هي 45 بيكون ايكوالز هنجيب هنا ريزلتنت اللي هو 6000 ديفايد ساين التو انجل دول اتنين مع بعض بيطلع بكام؟ 75.
فهنعمل ايه؟ هنعمل ده تايمز ده اللي قصاد التي 2 هنا اللي اتكتب تحت ساين 75 وهنا ساين 45 ملتبلاي 6000. هنعمل كده على الكالكليتور اقول له هنا ساين 45 اقفل ملتبلاي 6000 ديفايد ساين 75 اقفل ايكوالز 4392 لا يكون هنا ايه ليتر سي. بس كده بس. طيب اخر سؤال معانا هنا. ركز معايا بقى في السمك انت مدش الكلام الكتير ده. هو هنا بيقول لك انا عايز in the direction F1 and F2 and are the two components of the tension in the direction of the plane and the perpendicular to the plane. زين. يعني انت شايف المسألة قدامك دي كده بقول لك بقى ايه تعالى لي بقى. شوف اي من هنا اي علاقة وانهي هنا statements هتكون صح. لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا ان البودي اهوت. خلاص. وانت عندك هنا ان الدي وهنا ده. هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا ده الاف 1. يعني بلون تاني. الاف 1 اهوت. وده الاف 2. دولت بيكونوا ايه بربندكولر. ركز معايا في الكلام بالله عليك. تاني اهوت. اخفف بس القلم. هنا الاف 1 وهنا الاف 2 وهم اللي بيكونوا بربندكولر. تمام. انت عندك الانجل هنا دي بكام بتويني. يبقى دي يطلع لك بكام 70. ماشي. ماشي. طيب. وبيكونوا بربندكولر. تمام. هنا بيقول لك هل يا ترى الاف 2 الاف 2 ده ديت بيكون ايكوالز تي كوساين سيتا. سيتا بعيد عنه اصلا. ايه علاقه الاف 2 بالكوساين سيتا؟ يعني ايه العلاقه؟ ما فيش علاقه اي علاقه بينهم اصلا. لا دي غلط. طيب هل يا ترى الاف 1 ده ديت هتكون ايكوالز تي ساين 20 بلس سيتا؟ طيب احنا عشان نجيب الاف 1 اصلا بالقانون بنقول هنا ايه؟ بنجيب الريزلتنت اللي هو تي ملتبلاي الانجل هنا اللي جاب لها كوساين 20 عشان هم بيكونوا بيرمدكولر كوساين 20 او ممكن اللي بيعادلها ساين 70. يعني ممكن اقول له ان الاف 1 دي ممكن تيجي تي ملتبلاي ساين 70. هنا بيقول لي كوساين يا اما كوساين 20 يا اما ساين 70 مش هدية. لا طب هنا بيقول لي الاف 1 برضو تي كوساين 20 بلس سيتا برضو. لا انا قلت لك يا اما دي يا اما دي. سيبك من دي. يا اما تي كوساين 20 يا اما تي ساين 70. طب هتكون ديت؟ تعالى كده نشوف. تعالى كده نشوف. احنا هناخد دي بس كده. تي كوساين 20. ماشي؟ ماشي. يبقى انا اقوله كده ان الاف 1 بيكون ايكوالز تي كوساين 20. تمام. انا عايز اتخلص هنا من الكوساين 20، فبعمل هنا ديفايد الكوساين 20 هنا. لان عايز الفاليو بتاعت التي، ونعمل هنا ديفايد برضه الايه الكوساين بتاعت ال 20 هنا. دي تروح مع دي، هيفضل لنا تي يكون ايكوالز الاف 1 اوفر كوساين 20. الكوساين 20 ديت هنطلعها فوق هنا، لما نيجي نطلعها فوق هتطلع بالريسبروكال بتاعتها اللي هي الايه؟ السك. يبقى هتطلع بكام؟ بسك فعلا 20 وجنبها هنا الايه؟ الاف 1. يبقى فعلا هتكون هنا الليدر دي. احنا كده خلصنا المسائل اللي هي اللي تشوز. ان شاء الله الفيديو الجاي نخلص هنا المسائل اللي هي المقاليه. اشوفكم على خير باذن الله. سلام.